قال أبو هيثم الهاجس بحرفات الهجم في خبر هيج أفكاري ورتب كلامي، والقوافي على راسي لها صوتي نهم مثل صوت الرعود لا صب مزن الغمامي. يا سلامي لأبو سام شامخ الراس لصيم حيدي المعتري فوق القمم واللكامي. قصيدة مقدمة من الشاعر صفوان مسعد بابكر، ومن آل بابكر كافة من أهالي العود إلى الشيخ آدم حمود ناجي بابكر، تعبر على الوفاء والأخاء. يلحنها فايز أبو شمس الكليبي، ويعزفها أبو فل عبد فرحان وهيك حازية فرحان، مع تحيات تسهيلات الفائز. من خبر هيج أفكاري ورتب كلامي، والقوافي على راسي لها صوتي نهم مثل صوت الرعود لا صب مزن الغمامي. يا سلامي لأبو سام شامخ الرأس لصيم حيدي المعتلي فوق القمم واللكامي. يا سلامي لأبو سام شامخ الرأس لصيم حيدي المعتلي فوق القمم واللكامي. وانت يا طير أبو جنحان بالجو حوم فارد الريش واصل ابن عمي سلامي، والله إني هديته عذر أصلي مختم في ظروفه وقلبي للقى صار ضامي. أقول له إني هديته عذر أصلي مختم في ظروفه وقلبي للقى صار ضامي. آدم الجود والمعروف ما مثل آدم بن حمود بن ناجي لي ذخيرة حزامي، صاحبي لا دعيته في المواقف تحزم راحته لا شديد الباس بالحرب حامي. ما يهاب العدا في صد ولا اقتحامي، بلغي يا جبال العود له كل مغرم يكتدوا به في اوقات المهام الجسامي. يصحب الناس لو يفدي على صاحب الدم نسخ من حاتم الطائي ونفس النظامي. نسخ من حاتم الطائي ونفس النظامي، بالوفاء والكرم والجود من حاتم أكرم يبنص الشارد أهرامي ولا ألف رامي. عاش بابكر لقد لقيه الخصم تمم وامتثله بالاستسلام بقوى تمامي. الخصم تمم وامتثله بالاستسلام بقوى تمامي، والقبيلي على يده من دروسه تعلم
صاحب القبيلة يستاهل أغلى وسامي، والصلاة بنظل مختار في خير مختم، ولبيته رسول الله نجم الكرام. تواصل مع فايز أبو شمس على هاتف 7216904090.